اليوم سوف نتعلم حرف الفاء. فاء وفوقه نقطة، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. فاء وفوقه فتحة ويلفظ ف. فاء وفوقه ضمة ويلفظ فو. فاء وتحته كسرة ويلفظ في. فاء وفوقه فتحة ف مثل فانوس. فاء وفوقه ضمة فو مثل فستان. فاء وتحته كسرة في مثل فيل. لقد انتهينا يا أصدقائي. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.